هسه هذني هذني الرسائل، لماذا لا تخشى الله يا فلان؟ لماذا لا تخشى أبو العراقين السيد الرئيس صدام حسين؟ تصرفاتكم واعتداءاتكم على العالمين، من أين لك هذه البطانة المؤلفة من النفعيين انتمائك إلى العائلة التي ابتدت بأمثالك؟ عليك ترك هذا الرجل الفقير أن يعتاش ويكسب بعرق جبينه، ولا بحسبه ولا بنسبه مثلك. وقد أعذر من أنذر، اللهم أني بلغت، هاي عام 98. من هذا الرجل الفقير؟ هذه لها قصة. هذا شاب ذاك الوقت عنده فتح له شغل خاص، محل سمك بأبو نؤاس، قدوري السماش أعتقد، قدوري السماش بالضبط. فمتعرض لأحد كلش 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 قريب من العائلة، كلش كلش. ما تريد تحكي اسمه؟ لا ما أريد أقول. زين. لا كلش قريب. زين. إيه. إيه. كلش قريب منك يعني، حتى مو من العائلة. يعني إيه. حاليا لا ما يعتبر قريب مني. إيه. بس هو من العائلة. إيه ومن قريب منك أنت. طيب. المهم. إيه. متعرض لهذا الشخص القدوري. الرجال دي يترزق الله وفاتح شغل وما شاء الله الله راسقه، فمتعرض له قايله اما ادخل شريك وياك او اسد لك المحل. فهذا الرجال فقير، زين شو يقول؟ سأل هذا منه، فقال له هذا ممكن انه الحل عنده او دواء عنده اطبان. طبعا القدوري يا ابو السمج هذا فد شخصيه يعني رائعة. هو كان يعرف شلون يشوي السمك، هو كان المقرب لعائلة صدام. سمعنا أحد المرافقين متعارك ويا قدوري وضاربه طلقة. لما وصل الموضوع لسيد وطبان قال قدوري رجال يعني مسكين، فلازم نوقف بجنبه، فهو الوحيد اللي يوقف بجنبه. حتى لما وقفوه بالأمن الخاص بالعامرية خابر في وقتها قصي. والدي على أثر كلام قدوري دز هاي الرسالة لهذا الشخص يهدده إذا مرة ثانية تعرض القدوري فراح يشوف العجب. ايه وفعلا نجحت. وفعلا بعدين والدي يعني صار انه يدعمه معنويا. السمك الا لازم تاخذه من قدوري على مود تربحه، على مود انه يكسب، على مود يستفاد. فقدوري صار له كلش صيت. يعني الدوله ما قدرت تحمي قدوري، بس السيد وطبان قدر يحمي قدوري. وطبان شفتي مشكله الاقارب شلون لما بالعكس ليش أكثر. ليش بالعكس حلو من تلقى احد من العائله وهو من العائلة الحاكمة. لا ليش؟ ليش مو ضروري اخو ليش رئيس؟ هو ما راح للشرطة اشتكى؟ ليش؟ ما يقدر يشتكي للشرطة. لا يقدر. ليش ما اشتكى؟ لا يقدر يشتكي. ليش ما اشتكى؟ ما اعرف، بس انه لأن يعرف الشرطة ما تقدر لفلان اللي هو قريب من العائلة. ها فهو اخذ الطريق المختصر ممكن. بالضبط. لا والناس ممكن نصحته. ليش؟ بالعكس هذا شيء حلو اني اشوفه، انه اكو احد من العائلة الحاكمة. أيه. قريب هالقد للشعب انه اي احد مظلوم يقدر يوصل له. أيه. ترى هاي من الزينات. انا ليش احكي لك؟ لانه الان احنا دائما ننتقد الحكومه الحاليه سلطه ما بعد 2003 على نفس الموضوع، المحسوبيات، القرابات، الفساد، ولد الاقارب، ولد المالكي. بس كان اكو ردع، كان اكو ردع يعني قوي. اكو واي امثله من ذاك الوقت هم مشابهه. ما يخالف، بس كان اكو ردع قوي. إيه؟ يلا اني هسه ما يعني لي الموضوع اللي دا يصير ويا هذول، حتى لا تقول لي انه لانه هم جو بعدكم. بس بوقتنا اكو رادع، ممكن اذا واحد يفلت من العقاب ثاني ما يفلت. زين ما فلت اول واحد، هم راح اثنين من الاقارب من العائلة. واحد بيهم أطلق عليه صدام حسين شلاتية بغداد. زين طبعا هم رح نحكي الأسماء لأن بيهم واحد هم صديق. صح صح صح. هم مو من العائلة، هم قريبين منك جدا يعني. زين شنو قصة شلاتية بغداد؟
صارت مشكلة كبيرة بوقتها ووصلت العمي صدام الله يرحمه. شنو هي المشكلة؟ مشكلة انه اكو كانت بيوت تخص المسفرين او المهجرين، ناس تاركين بيوتهم وحلالهم من سنين وما داخلين العراق، فهذه البيوت شكليا ما لها صاحب او هم اعتبروها ما لها صاحب، فتلعبوا بواسطة انه اساميهم مكانتهم بالاوراق وبالقانون وسووا انه ملكية هاي البيوت مثلا لهم او اصحابها بايعين لهم اياهم. هذا الموضوع بدون دخول كلش بالتفاصيل لانه اغلب العراقيين يعرفوه. لا 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 لا، مو هذا الموضوع، لا مو هذا الموضوع. انا اقول لك تفاصيله بدون ذكر اسماء. صار موقف في كانوا هم يسهرون فندق الميليا منصور، فصار موقف معين بالطابق ال 12 اظن اي، فصار موقف معين وصل الى الموضوع، وصل الى السيد الرئيس، فلما وصل الموضوع الى الرئيس حبسهم حوالي 12 واحد من اولاد المسؤولين بالمنصور. هي كانت البيوت مو اكثرها، اغلبها بالمنصور، بس مكانات يعني الموضوع اظن أنا يعني الصراحة ما أعرف إيش قد أخذ وقت هذا الموضوع يلا انكشف. أنا ما أعرف. أوراق مزورة أخذوها، حتى سووا جنائز مزورة، صح ولا لا؟ صح. للإدعاء بأنه صاحب هذا البيت أنه متوفي وبايع لهم البيوت قبل ما يتوفى أو هيك شيء. وهي هاي من الجنازة انكشف الموضوع، صح؟ حسب ما أنت قلتي لي مرة. صح، هذا اللي صار. فوصل الموضوع العم صدام. شنو سوى صدام حسين وقتها؟ الاثنين انحطوا بالسجن. الاثنين انحطوا بسجن، مو اي سجن. شايف السجن يعني السجن اللي ممكن ما تشوف ايدك بي. وشنو قصة الرسالة اللي ارسلها صدام حسين للوالد وطبان من غير ذكر اسامي؟ اي عن هذا الموضوع. كان يحاول يدري انه صار واحدة اثنين ثلاثة من الفلاذ الفلاني، هذا الموضوع صار ووصل لمسامعي واكو بيه تفاصيل هواية مخجلة ومفجعة. فانتبه لانه فلان بالموضوع. واخشى قلتي لي اخشى ان يكون فلان قد اصبح من اشلاتية بغداد. الى احداث ذكر الجمله. هو صدام من يزعل يبطش يعني خلاص، وخاصه احد من اهله. لا انه ابدا ما ممكن. ما هو ينطيهم مناصب ويقويهم وبعدين يزعل. لا ما كانوا هذول من اصحاب المناصب على فكره. قصدي ما هو ابوهم عمامهم مناصبهم مو الا هم ما يحق لهم. وشافوا الردع. شافوا الردع.